أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بونطاري في تصريح لبرنامج فلوسنا أن الخطوات التي يتبعها مركز طرابلس لمعالجة الأزمات المالية مخالفة لما يتبعه العالم. وأوضح بونطاري بأن حكومة الوفاق وضعت سيناريوهات لمعالجة الأزمة الاقتصادية لكنها قوبلت بالرفض من قبل المركز. متابع. للأسف أن الخطوات اللي اتخذناها ونتيجة الضغوطات طبعا كيف ما ذكرنا المصرف المركزي كانت معاكسة لما هو متبع في العالم. العالم الآن متجه نحو التوسع في الأنفاق، نحن قلصنا الأنفاق. العالم متجه نحو إعطاء بعض المزايا وبعض الإعفاءات، نحن متجهين نحو زيادة الرسم. العالم متجه نحو دعم القطاع الخاص وتقديم الأموال اللازمة ليه، نحن متجهين نحو تجاهل كامل وعدم الوقوف بجانبه. يعني بالمناسبة المصرف المركزي لديه مادة تخول بالتدخل في الظروف الاقتصادية المالية الصعبة، اللي هي المادة أعتقد رقم 5 أو رقم 8 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، اللي تخول المصرف المركزي على اتخاذ خطوات في لمساعدة السوق في حالات المشاكل المالية. كحكومة وفاق حطينا جميع السيناريوهات أمامنا. أحد هذه السيناريوهات هو تفعيل صندوق موازنة الأسعار لتوفير الحد الأدنى للمواطن الليبي من سلع أساسية، ومن ثم معالجة الآثار الأخرى للوضع الاقتصادي والظروف المالية التي تمر بها البلاد. أعلن مصرف الوحدة بالكفرة أنه تم الانتهاء من إشكالية قبول السكوك الخاصة بمرتبات بعض الجهات على غرار هيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الضرائب والشرطة الزراعية وشركة المياه والصرف الصحي ومصلحة الطرق والجسور، وستكون المرتبات بحساباتهم غدا الخميس 23 من إبريل الجاري. بعد بقائها عالقة في منفذ راس الجدير لأكثر من شهر، تم السماح ل200 شاحنة بالدخول إلى ليبيا بعد التنسيق بين الجانبين الليبي والتونسي، على أن يتم فحص والإبقاء على السائقين ومرافقيهم قيد الحجر الصحي. خسر برميل برنت اليوم أكثر من 8% ليتراجع سعره إلى أقل من 18 دولارا للبرميل، أي أقل مستوى له منذ سنة 1999 بسبب تفشي فيروس كورونا وتخمة السوق. ونزل خام القياس العالمي برنت 24% في الجلسة السابقة، أي ب 15.98 دولارا للبرميل. نزلت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الفورية ب 0.2% بعدما لامس المعدن الأصفر أقل مستوى له منذ أسبوعين أمس الثلاثاء، في حين غطى التهافت على الدولار عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي على الدعم لمشتريات الذهب كما لاذ الأمل. وقبل أن نختم هذا الموجز إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة اليوم للعملات والمواد الغذائية ومواد البناء. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموجز الاقتصادي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.